بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح ناخذ الجزء مو الاخير او الثالث، بس احنا قسمنا لتيرو سايكل. قلنا مركبات حلقيه، شنو بيها؟ بيها حلقه على الاقل، حلقه غير متجانسه، على الاقل وحده غير متجانسه. واخذنا التسميه فيزيكال بروبرتيز، وشفنا ذاك الاسبوع المركبات الحلقيه خماسيه الحلقه اللي هي شنو تصير؟ خمسة كربون وعلى الأقل بها أما نيتروجين أو أكسجين. وشفنا الفرق بين المركبات الحلقية الخماسية اللي ممكن تصير أروماتيك ونان أروماتيك، مو صحيح؟ وشفنا إذا الزوج الإلكتروني الداخل بالحلقة الأروماتية شو راح تختلف فيزيكال بروبرتيز، راح يصير أروماتيك كومباوند، وإذا ما يداخل. وشفنا دايبول مومنت مالها، وشفنا الإلكتروفيليك رياكشن اللي هو شنو، اللي هو الكتروفيليك رياكشن اللي هو شنو، اللي هو الدروب سبستيوشن عفوا، اللي هو التعويض وين يصير على اثنين او ثلاثه. وشفنا شنو السبب، وقلنا اي تعويض يعتمد على شنو، يعتمد على التعويض، يعتمد على الحاله الوسطيه. شلون حتكون الحاله الوسطيه؟ كل ما زادت عدد الحالات الوسطيه، يعني كل ما صار عندي اكثر من بالحاله الوسطيه، صار عندي اكثر من شكل روزناز او غيره، راح يعطيني ستابلتي للمركب. اليوم باع وياي راح ناخذ السكس ممبرد هيتيروسايكليك. يعني شنو؟ مركبات حلقيه سداسيه. احنا اول مركب حلقي سداسي بس مو هيتيروسايكليك، شنو اخذتوه؟ لا، اخذنا الاروماتي بنزين والسايكلوهكسين العادي، مو صحيح؟ سايكلوهكسين. وتتذكرون بالسايكلوهكسين شنو اخذنا؟ اخذنا كونفورميشن مالته الوضعيات، مو صحيح؟ اللي قلنا ممكن يصير بوت وتشير، وبين ذن البوت والتشير اكو تويست، اكو غيرها، اكو ايضا اشكال لها علاقه بالطاقه. وشفنا توزيع الهيدروجين يصير اكسيال وكوتوريا. بعدين من رحنا على روماتيك سيستم، شفنا كل السيستم تغير، لانه هو هاي الحلقه سداسيه بس ذرات الهيدروجين، ذرات الكربون بالغلاف الخارجي كل واحده من عندها مشاركه ويا الاخر، وصار عندي عصر واصل مزدوجه ورزونانس، وصار عندي جزئيه شنية ها؟ حلقيه وباعوا وياي فوق وتحت مستوى الذرات. هسه اليوم مثل ما اخذنا الحلقه الخماسيه بها اكسجين ونيتروجين، شنو بعد؟ اي احنا اختارينا هذا الموضوع حيل واسع، يعني من ناخذ مثلا بريدين، بريديوم، ثايو بريديوم، بريدينيوم عفوا، ثايو بريدينيوم، ها كله راح ناخذ. ايش راح يصير؟ راح ناخذ مثال البريدين الحلقات السداسيه غير متجانسه. باعوا البريدين هذا شكله بخمس ذرات كربون واحد وحدة نيتروجين، وكم عصارة مزدوجة؟ ثلاثة. تذكرون احنا بالبايرول وبال شنو بعد؟ بالثايوفين، شنو بعد؟ قلنا زوج الالكترون يشارك ويا العصارة الثانية المزدوجة ويصير كونجكيتد ويعطي اروماتين. هنا ما راح يشارك، باع وياي هنا ما راح يشارك. هنا هسه هذا نفس السيستم الاروماتي العادي. النيتروجين هاي يشارك بالالكترون، باع وياي بالكترون واحد. والزوج الالكتروني وين طالع؟ زوجك طالع خارج، ما داخل. باع وياي الاس بي 2 هايبريزيشن، هذا لون بين الاس بي 2 اوربيتال، هذا لون بين الاس بي 2، والتهجين كله هذا اس بي 2. باع وياي واضح؟ هذا راح تشارك منا ومنا ومنا، وتعرفون انتم هذا الكونجكيتد، مره يشارك منا ومره منا ومره منا ومره منا، وبعدين شو نقول؟ نقول الالكترون هو يفتر على شنو؟ لا، الالكترون من جذب الخمس ذرات كربون مو الواحد، يعني مو على خمسة وليس على واحد، وصير النهاية الحزمة الروزناس والحزمة الأروماتية. باعوا وياي هسه تعرف نيتروجين كونتيننج هيتيروسايكليك انالوج اوف بنزين، هذا هو اللي هو شنو نسميه؟ بريدين. هذا نسميه شنو؟ البريدين. باعوا وياي لون بير اوف الكترون اون نيتروجين نوت بارت كيوبيس ان اس بي 2 اوربيتال ان ذا بلين اوف ذا رينج اند از نوت انفولف ان بوندينج. هسه مثل ما شرحنا هذا ما راح زوج الالكترون شبيه؟ ما راح يشارك ويا الروزناس مال حلقه، ها طبعا راح يتغير صفات، راح يخلي هذا البريدين ياخذ فيزيكال بروبرتيز غير شكل، يعني ممكن يصير شنو هو؟ راح نشوف الحموضيه مالته القاعديه البيستي والاسيدتي شو راح يصير؟ باع وياي. هسه هذا التعريف العام،
بيريدين از 6 ممبر هيتيروسايكليك كومباوند وذ مولكيولار فورمولا هذا والمولكيولار فورمولا مالته ايش قال C6H5N C6H5N باوي اتس اوبتين فروم كول تار هاي شلون راح نحصلك راح نشوف طرق التحضير مالته باوي هسه من نجي احنا ما رحنا على المركبات الحركيه قسمنا اروماتيك ونن اروماتيك وطبعا اكو انتي اروماتيك المفروض ما اخليها ضد الاروماتيك يعني تطبق عليها كل القواعد بس ما تصير اروماتيك تطبق عليها قاعده في المحل الكيو بس ما تصير اروماتيك انتي اروماتيك يسمونها هسه راح اعود اشرح لكم اياها بناخذ بريسايكلينج ماشي بس لازم تفهمون اروماتيك نن اروماتيك واكو شيء شنو انتي اروماتيك باو وياي هسه بريدين اروماتيك كومباوند شلون نعرف اروماتيك كومباوند نرجع لارومات سيتي لو ماكو داعي ها باو هاي هسه وياي شلون حنعرف اروماتيك واحد اثنين ثلاثه اول شيء شنو هو وهذا الزوج الالكتروني حتى ما تدخون انا علمتكم بالحلقه الخماسيه خلي نقطتين او شخصه او زائد يعني ماكو الالكترون واحد يعني فري راديكال تحسبه واحد هسه باع وياي 4n زائد 2 يساوي باي هسه هذا ما داخل بالسيستم فما احسبه 2 4 6 الباي ايش قد تساوي 6 وبعدين ان شو يساوي واحد وبعدين شنو هذا اروماتيك صح لو لا وياي وياي لا زوج الكتروني مشارك بالثايوفين الخماسي زوج الكتروني وين صار صار ويا الحلقة صار وهذا توزيع الأوربيتال واضح كله يكون ما متداخل ويا الحلقة غير من الداخلات أوربيتالات في واضح باعوا يا هسا باعوا يا هسا احنا اللي يهمنا شوفوا قلنا هذا أروماتي وهذا السيستم والزوج الإلكتروني ما شارك باعوا يا نشوف هسا مثال من الإلكتروني يشارك أو ما يشارك تبعوا يا باعوا يا إلكترون ستراكتشر أوف بريدين شو راح يصير؟ لأن هذا الزوج الإلكتروني هذا كلش مهم شو راح يعطينا؟ راح يعطينا خواص واضح؟ راح يعطينا خواص وهاي الخواص راح تأثر على الأكشن مالت من؟ مال هاي مال كل الفاميلي مال البريدين واضح؟ باعوا يعني البريدين سترونج بيس سترونج بيس يعني شنو؟ قاعدة قوية ليش قاعدة قوية؟ لأن الزوج الإلكتروني إيه ليش قاعدة قوية؟ تتذكرون عندكم انتو فتشي اسمه الامينات الاليفاتية شنو بعد؟ والامينات شنو؟ الاروماتية باعوا من اجي اقول الانيلين البيس سيتي مال الانيلين لو اقول مال مثلا CH3CH2NH2 من يقدر يعطيني هسه؟ ونجي على هذا البيس سيتي مالت من؟ مال البريدين من يقدر يعطيني هنا أيهما بيس سيتي أكثر؟ هو شنو القاعدية؟ تعريف القاعدية. أوكي يعني قصدك تاخذ بروتون، أوكي ماشي. القاعدية هنا هسه احنا هنا. القاعدية يعني تاخذ بروتون موجب، أوكي أخذت بروتون موجب، ماشي أوكي ماشي. هنا القاعدية يعني معناه هذا اللي قلنا عليه احنا شنو هو الثور الإسباني؟ اللي هو النيوكليوفايل مو صحيح اللي هو شنو عليه؟ عليه الشعبة باعوا وياي هسه هاي ثلاث أمثلة من يشارك هسه أيهم أكثر بيس سيتي الأليفاتيك أمايل ولا الأروماتيك أمايل ليش؟ نعم ليش؟ لأنه ما يأثر عليها الريزونانس والحلقة أحسنتي باعوا وياي هنا هاي عصر كربون نيتروجين مع وياي هذا يصير اكو كونجكيتد هذا يجي هنا وهذا شو يصير به زوج الكتروني يصعد هنا يصير هيجي مع وياي تذكرون لو لا مو صحيح ويبقى يصير رزناس حاله اخرى هذا يجي هنا وهذا يجي هنا وهكذا مو هذا الزوج الالكتروني هنا بهاي الحالة تقل القاعدية ليش؟ لأن زوج الإلكترون ينشغل ويا من ويا الحلقة أكثر مما ينشغل يهاجم، يهاجم هو مو يهاجم واضح بس ينشغل ويا الحلقة.
هذه هنا اول شيء ماكو رزونانس، وبعدين بني مجاميع شنو؟ شو تسوي؟ راح تفعلي تخلي تثبت الوين زوجك عيناي فوجين ويطلع. هنا ضاع وياي، هنا من اقارن البيسيسيتي بين هذا وهذا وهذا، هذا وهذا وهذا اللي تلافه. هنا هذا النيتروجين يشارك ويا الحلقه ولا لا؟ شارك ويا الحلقه ولا لا؟ هذا هم موضوع، هم موضوع الفيزيكا بروبرتيز. هسه انا هذا يشارك لو لا؟ هذا الـ N ليش ما يشارك؟ ها؟ ليش ما يشارك؟ يعني هسه هذا الـ N يشارك، لان اكو عاصره بين الـ N، هنا ماكو مجال يشارك، فقاعدته ايش راح تكون؟ اعلى منين؟ من البايرال. ها؟ اعلى من البايرال واعلى من البريدين. البايرال شنو بي؟ باعوا وياي. فهمتوا الفكره؟ هسه لو اعيد يا شباب، فهمتوا الاعيد؟ باعوا وياي. هسه انت عندك بايرالودين ايون باعوا، وعندك بريدينيوم ايون باعوا وياي هذا، وعندك بايرالينيوم ايون ذنين وياه باعوا. هذا هسه هنا البيس سيتي مالته شنو هي؟ هل ضعيفه؟ ليش؟ ليش ضعيفة؟ لا لا عفوا، هذا زوجكتوني هذا مشترك ويا الحلقة، وهذا شنو؟ هذا خارج الحلقة. فهمتوا هسه الفرق؟ سهلة كل سهلة، كل سهلة، بس مقارنة الرزونانس بغير الرزونانس. وطبعا من يكون هي مرتبطة بايش هم يختلف، يعني هذا الدايركشن مال الزوجكتوني يكون للداخل الاوربيتال مو للخارج، مش راح يصير اكثر فيزيكال بروبرتيز مالته. واضح؟ باعوا وياي. يقول البريدين سترونجر بيس ذان بايرول بت اويكر بيس ذان الكيرامايد. ليش؟ يعني هو هسه هنا صار وسط بين المركبات الاروماتيه وبعد ها وبين المركبات الالفاتيه، لان الكيل هذا قلنا عليه قبل شوي الكيرامايد، فجميع الالكيل هي ما تدخل اصلا بالرزونانس، وتثبت الزوجكتون وين؟ على النيتروجين، هي مجامع شنو؟ دافع. بينما اذا يدخل بالسيستم الاروماتي ايش راح يسوي؟ راح يسحب عليه، فيصير وسط بين هذا وبين هذا. هذا باع وياي. شوف هسه هذا نقطة أخرى، الـ SP2 hybridized للـ N holds the lone pair electron more tightly than the SP3 hybridized nitrogen and alkylamine. حتى اللون بير اللي موجود بالاس بي 2 راح يصير تايت مقارنة بمن؟ بالاس بي 3، فايش راح يصير؟ اس بي 3 يصير راح تكون قاعدته اعلى. واضح؟ باعوا وياي، واضح اسويه؟ وهذه شنو هي؟ هذه القاعدة الداخل بالحركة الروماتية قاعدتها حيل ضعيفة، لأنه داخل ما موجود هذا الزوجيتون صاير دائما ويا الحركة، يعني مو مالي يشارك. وهذا لا تشارك، واضح؟ وهذا لا اعلى، لان فري، واضح؟ شلون تاخذ بروتون فري؟ باعوا وياي. هذا الكونجكيتد ايش راح ينطي لي؟ احنا ماخذين الاروماتيك سيستم الكونجكيتد، صح ولا لا؟ الاروماتيك سيستم هسه هذا قبل شويه حطيته ذكرناه، كونجكيتد سيستم من ال ان اتش 2 قبل شويه مثال، مو دخل لي الحلقه، انا شلون حتى اسوي لي كونجكيتد سيستم؟ عندي عصره مزدوجه منفردة مزدوجة، هاي وحدة من عندها منفردة، هاي وحدة من الثانية، بعدها شنو مثلا عندي عصرة مزدوجة وشنو بعد لون بير ويا الكربون، مثلا كربون كربونين وبعد مثلا سي اتش، تذكرون الفا هيدروجين من طلعته بقى زي الكتروني، فيصير بين الكربون والكربون زي الكتروني شنو بعد؟ يشيله شنو؟ يشيله الاكسجين حتى يصير عندي كونجكيتد. اما تعاقب بين عصر مزدوجة او عصر مزدوجة وزوجة الكتروني، وعندي ذرة شنية؟ عندي ذرة كروسر مالتها عالية تتحمل الزوج الالكتروني، تتحمل الزوج الالكتروني. باعوا وياي هذا الرزونانس. هذا يقول لك هنا بريدين كان بي ريبريزنتد از رزونانس هايبريد اوف ذا فولونج ستراكشر، راح يصير بهاي الصيغة. باعوا وياي راح يصير هاي زوج الكتروني وهذا وهذا وهذا. زين هسه هنا ذني باع هذا من دخل هنا، ليش هذا الزوج الالكتروني قدر يصعد على النيتروجين؟ مو انا دائما اقول لكم احنا حتى يصير عندنا، حتى يصير هذا احنا مرضي
او عنده ينطي بروتون او حتى تصير كونجكيتد لازم اكو واحد شنو يقدر؟ كل مره اقول لكم عفية لازم اكو واحد يقدر يتحمل الزوج الالكتروني، لان ماي واحد يتحمل الزوج الالكتروني. نقطة الكربون ما يقدر يتحمل الزوج الالكتروني، تذكرون؟ قد شفنا احنا بالكربون الكائنات والكينات والكائنات، بس بالكائنات بالطرفي يتحمل الزوج الالكتروني ليش؟ لان اكو ثلاث عناصر مزدوجة، عناصر تيار مزدوجة وعناصر فردة، عنده تربل بوند، وهاي التربل بوند يعني اس بي وقريبة عن النواة. كل يوم ساعد يتحمل الزوج الالكتروني، بس هم ضعيف. انها عمضيه حيل ضعيفه بس الطرف تذكرون ولا لا؟ بس من جينا على الفا هيدروجين ليش الكربون يتحمل الزوج الالكتروني؟ على مود الكربونيل تذكرون ولا لا؟ على مود الكربونيل وتحمل الزوج الالكتروني ليش؟ لان هذا يقوم يدفع بالاسره بينه وبينه وهذا يشيل الاسره من مالته على الاكسجين. واضح يا شباب؟ هنا باعوا بس باعوا هذا الستركتشر. شلون ده يصير هذا؟ نقدر نقدم البريدين، يعني البريدين هنا اقدر اقدم زوج الكتروني راح يصير على النيتروجين ويصير عندي جزء بالحلقه شنو؟ موجب. والنيتروجين شو يصير؟ وهنا ما راح يصير سالب، ممكن شاخذ هيدروجين. لا هذا كامل مباشر، هذا كامل ليس مباشر. وش راح يصير لي؟ ممكن راح يصير ملح. هو اصلا قاعدته عاليه، هو اصلا قاعدته عاليه في مخ البروتون، شو يصير لي؟ مو صحيح؟ يعني مو الا بروتون، عفوا هنا راح ياخذ جزء موجب. راح جزء موجب يصير لي املاح. واضح؟ هسه شوي بعد اشرح لكم. باعوا وياي، شوفوا اللون بير شلون طالع. نفس المثال الاول شيء اخذناه باول صفحه. صح ولا نفس المثال؟ مو؟ نفس المثال. باعوا وياي هسه هذا. شفتوا تتذكرون من اخذنا التعويض الالكتروفيلي بالحلقه الخماسيه؟ قلنا يتعوض على الكربون رقم اثنين. رقم اثنين قلنا لو هذه لو هذه بالحلقه السداسيه بالتعويض باعوا وياي النيتروجين. شلون التسميه اللي اخذناها قبل شويه؟ النيتروجين على اليمين، الكربون على اليمين وعلى اليسار اللي هو مرتبط الخبر بالنيتروجين نسميه الفا. رقم اللي هو اثنين ذاك رقم ثلاثه بيتا وهذا جاما. واضح؟ باع اللون بين. باعوا وياي شوف يقول لك due to the greater electronegativity of nitrogen. لأن شنو هو النيتروجين؟ شبيه؟ relative to carbon مقارنة بالكربون. It tend to withdraw the electron density from carbon atom at position 2. هذه معروفة. راح أعرفها بأسئلة. معقول يعني. احنا ما ننسى القطبية بين الأواصر. حتى لو عندي اروماتيك سيستم وحتى لو عندي لا شو تغير من اروماتيك سيستم يا شباب؟ شو تغير من اروماتيك سيستم؟ شو تغير؟ ها؟ هنا نتغير احنا كل مره احنا مو نقول هذا كربونين وبعدين من يجي كلش على الكربونين ونقول تفاعلات الكتروفيلك والنيوكليوفيلك شو نقول؟ نقول هذا الكربونين على الكربون بارشر شنو؟ موجب وعلى الاكسجين بارشر شنو؟ ها هنا داخل هاي الحلقة باعوا وياي صار بيها واحد غريب دخل نيتروجين وبقت اروماتيك سيستم، صح ولا لا؟ داخل هذه الحلقة بقى اروماتيك سيستم، بس هنا النيتروجين مرتبط بكربون وكربون، هسه انا مرتبط ويا واحدة من واحدة واضح؟ وانا مشتركين فتشرت وطلعت عليهم، حتى لو بالاروماتيك سيستم. بقى انا ايش صار؟ على الكتروفيلات العالية ايش راح يصير الشحنة عليه؟ أعلى مو صحيح؟ هو أصلا عليه زوج الكتروني، لا احنا عرفنا من البارشا السالبة احنا باع وياي. It tend to withdraw the electron density from carbon atom at position 2 ما عليه راح تسحب هسه هسه انت هاي هنا اختلف هنا مو شو اسمه مو الفاتيك سيستم هنا الشحنة احنا كنا عليها بالسيستم الاروماتي بس انتبهوا يا شباب ركزوا الشحنه بالاروماتيك سيستم شو يصير؟ حلقه صح ولا لا؟ اوربيتال بي اتش بي كله متداخل وصاير حلقه فوق وتحت مستوى الذرات اللي هو شنو هي؟ اللي هي باي صح ولا لا؟ باعوا يعني هاي الحلقه وهاي الحلقه باع حلقه حسن هنا اذا ما معناه حلقه ما معناه كل الشحنه متوزعه على ثني كلها شنو؟ تساوي فهنا شو يقول لك؟ withdraw the electron density هنا تسحب شنو؟ عفية
ما قلنا تسحب الالكترونات اكثر وتشاكين فيها كل مره اثنين يسحب بارشه بارشه صح ولا لا؟ وحتى بالكربونيل هو هم اكو كثافه بس احنا راح نشتغل وين؟ هنا هنا هاي الكثافه هم عندك انت سيجما عصر سيجما بين الكربون والاكسجين الكترون فروم كربون اتوم بوزيشن 2 4 6 ويتش ذيرفور اكواير بارشل بوزيتيف تشارج كلهم راح يصير باع ويا راح تسحب منا وهذا راح يصير علينا قسم منا ومنا ليش هنا؟ للكل على اعتبار هي كلها شنو؟ غيمه واحده غيمه واحده فهمتوا؟ راح اسحب منا ومنا على اعتبار غيمه واحده فكلهم راح يصير عليهم شنو؟ كانه بهن عوز الكتروني مقاتل بالنيتروجين هو بده ياخذ فشي يصير عليها باع وياي بتصير كواير بارشل تشارج وايل ذا نيتروجين اتوم كواير بارشل نيجاتيف شفتوا؟ هسه باع وياي هسه هنا هذا اصلا صار نيجاتيف منين بهذا الشكل بهذا الشكل منين صار نيجاتيف اكو رزونانس والزوج الالكتروني وين صعد؟ النيتروجين وهذا المكان صار فارغ وخلاص هنا نقول احنا النيتروجين مرتبط بالكربون منا وبالكربون منا وش حيصير؟ ايه لين عندي الكترون كيف تفرق بين النيتروجين والكربون راح يسحب فراح يصير كل ذني عليهن شنو؟ بارشل موجب فهمتوا القصة؟ إذا هسه احنا عندنا كأنه بهذا السيستم عندنا بارشل موجب وبارشل سالب باع وياي بوزيتريات فايف رمي باع وياي بس بين الثلاثة والخمسة ايش راح يصير؟ باع وياي اثنين أربعة ستة وتش غير فور كواير بارشل من خمسة ستة راح أشوفه باع وياي باع وياي فهمتوا هسه فيزيكا بروبرتيز؟ هسه راح نطفر شويه على التحضير ونرجع على هذا راح نربطها بايش؟ فيزيكا بروبرتيز راح اخذها برياكشن برياكشن باو التحضير مثل الخماسي اول شيء نو جنرال بروسيجر فور سينثيسيس ذيس تايب اوف كومباوند يعني ما عندي طريقه خاصه احضرها واضح؟ باعوا وياي بالمركبات الخماسية اخذنا دايكيتون وغلقناه واضح دايكيتون وغلقناه هنا بذن المركبات انت عادة باعوا هنا هم دايكيتون شوف باع هنا شو بسوي جايب سيستم يعني هذا كأنه انت اذا تفتح باع كربون اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة كأنه سلسلة واضح باع وسوين مختار واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وذني بحيث من تقابلين شو يصير عند ستة وقلت له شوية تاخذون ديب لي راح أشوف ذني اثنين صارن قريبات وهذا يطلع وبعدين هذا يدخل وبعدين الأكسجين يطلع وبدل بمكان النيتروجين لذلك أكو حضرون بريليوم يلا حضر بريديوم يعني حضر حلقة خمس ثلاثية بها أكسجين وبعدين يبدل الأكسجين بالنيتروجين واضح؟ واضح؟ باعوا وياي أول طريقة باعوا وياي كومن باعوا هذا كومن ستريجي هذا 5 بلس 1 5 بلس 1 شنو؟ 1 2 3 4 5 وهذا شنو؟ هذا الواحد باعوا هاي النيتروجين بس انا ما اعرف شو بس هذا اكسيد الاختزال ها؟ ان اتش 4 او اس ها؟ هذا هنا باعوا هذا هنا اضيف امونيا وبعدين ما اكسيد زين باعوا الطريقه الثانيه هذه بون مان ساكليزيشن اللي هي هنا شو مسوي بون مان؟ باعوا وياي استيرين وبعدين اي ماخذ اثنين استيرين اي هاي طريقة الطريقة الثانية باعوا وياي هانس سنس سنثيسيس يعني هسه انتم باعوا وياي طريقة دايكيتون هسه هاي طريقة دايكيتون الطريقة اللي بعدها شنو؟ باعوا وياي استيرين ورجعنا وين؟ باعوا وياي هنا دايكيتون والديهايد ودايكيتون اللي هو الاستر هذا هنا باعوا وياي استر باستر هذا اثنيسيتو استيت باعوا وياي هاي بس تقروها تراجعوها باعوا وياي تحضير منين؟ من البايرول تحضير منين؟ من البايرول البايرول خماسي معناه شنو هنا؟ نعم عافية احنا اي بس معناه شنو؟ معناه هنا يعني معناه هنا ممكن التفاعل راح يصير منا اول مرة يفتح الحركة لو منا ايش تتوقعون؟ كيميكاليزم ها
فرس من اثنين لو من ثلاثة ها. هو من اثنين دائما 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 من وهذا التعويض يا تبع نعم هو ايه عوضه هو فعلا هذا اثنين بعدين ها راح تنفتح ويرجع هذه تهاجم وحده وتغلق عليها. ديلز الدار قلت لكم راح ناخذها وين؟ بالريسايكلينج. ديلز الدار هو التفاعل الكين ويا داين زين الكين ويا داين بس هنا ديلز الدار باعوا وياه هنا مو الكين فاعل تربل بون ويا داين لان هناك راح تشوفون ليش فاعل الكين ويا داين لما ارفع الكيو داين راح يصير عندنا مو سيستم اروماتي لا هنا مفاعله بحيث يصير سيستم اروماتي باع وياي هذا هنا شو مسوي هسه؟ صاير عندي اول شيء سيستم مزدوجه وبعدين سحب هيدروجين حتى يسوي لي سيستم اروماتي هسه هاي خمس طرق هسه راح نجي على شوف ثلاث تحاضير احنا حكينا وين اول مره؟ حكينا بيش ها؟ حكينا بيش؟ حكينا بالقاعديه وهذا هني وبعدين شلون الريزونانس مالته دا يصير وشلون هاي الان طالعه ويا الاواصر ايش راح تاثر؟ راح تاثر على شنو؟ الان راح تاثر على الكثافه الالكترونيه وجينا على التحضير، هسه ذاك الحكي مال الكثافه باع وياي راح نجي على البيسيسيتي مال البريدين قاعديه احنا ايش قلنا هو هسه اخذنا بالبيتا مقارنه طور راح يصير وسط قاعد بين من؟ بين الكلاماي والبايرول على اعتبار البايرول شنو هو؟ الفاتي الماتي لو حامضي حامض اعتبار لا هو البايرول اعلى المفروض يا البايرول اصلا حامضي مو قاعد هسه اي هو صار بالنص ليش لا؟ احنا ذاك كنا اسيديتي او بيسيديتي اسيديتي وتقدير؟ ها؟ لا هسه هذا الكترونيك ستراكشر هذا البيسيسيتي البيسيسيتي اذا تصعد هذا بايرولادينيوم بايرولادينيوم انتم تهيئتوا بين البايرول والبايرولادينيوم فهمتوا؟ تهيئتوا انتم تهيئتوا بين هذا البي عصر مزدوج اثنين اروماتيك وبين غير اروماتيك واضح الحلقي مو اروماتيك لا هو اعلى من اعلى من هذا واضح؟ باعوا وياي هسه شوف البيسيسيتي اول شيء باعوا وياي البريدين از ويك بيس قاعدة ضعيفة شوف هنا هو ما داخل بالحلقة والزوج الالكتروني عندنا نيتروجين وطالع الاوربيتال شفتوا الرسم مالته؟ ليش باعوا وياي؟ سينس نون بير از ان اس بي 2 هايبريد orbital is the conjugated acid aromatic شوفوا هنا المشكلة هسا احنا مو قبل شوي ايش قلنا عليه؟ انه هو قاعدي مو صحيح؟ باعوا وياي هنا هذا الزوج الالكتروني ماله ايش راح يخليه؟ العلبير راح يخليه ياخذ بروتون وش يصير؟ conjugated بهاي الصيغة مرة يصير هيجي ومرة هيجي هذا الهيدروجين ايش راح يخليه؟ راح يربط فيه راح يضعف راح يضعف قاعديته باعوا وياي هسه احنا هذا فهمنا البيسيسيتي والاسيسيتي ماشي هسه من يجي عليه هو اروماتيك كم تفاعل احنا شخفتوا تفاعلات اروماتيك عندنا هذاك الاسبوع قلنا الكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن اللي هو شو يصير؟ اللي هو الاروماتيك حلقه اروماتيك شو يصير؟ تسكسلو كنيوكليوفايد ترى الاسباني وتروح هي تهاجم مو صحيح؟ تروح هي تهاجم باع وياي هسه البريدين راح قاعديته ضعيفه لهذا السبب وش يصير؟ اندر جوز ماني رياكشن تيبيكال اوف امينز such as reaction with برونشتيد اسيد such as كروميك اسيد اند هايدرو برومك اسيد تذكروا تفاعلات الامينات اول شيء تاخذوا الحمضيه القاعديه اي مثال حتى التحليليه شنو برونشتيد اسيد اي شنو حمض مقابل ها مقابل قاعده قويه على حمض
برونش المقابل ضعيف. يعني اي واحد يفقد هذا بعد واحد ينطير. نعم. هاي مع توازن وشنو مو له مقابل له مخالف له بعض. هسه هذا البريدين وهذا الاتش بي ار شوف صار عندي كانه ملح ولو ريت انا هذا صار عليك ماجستير يعني تحضير بس مو هسه ارسمكم اياه شلون من اريد ارسمه الا ارسمه على شكل يسموه ايونيك ليكويد يعني اجيب له جبر سالب زين اجيب له جبر سالب على مضمون نيتروجين شو يسوي؟ نيتروجين اوكسجين وسلفر كلها حتى شو يسوي؟ يسوي لي مثل الملح يصير عندي زمون يوبس سالب ينزل يصير لي راسه واضح؟ باعوا يعني هسه المهم يصير undergoes many reaction typical of amine يعني يسلك سلوك الامينات بالتفاعل واضح بعض هاي هسه راح ناخذ شوفوا كل الموضوع الحامضيه والقاعديه لان هو راح يسلك كل السلوك العادي مال الاروماتيك ريأكشن راح نشوفه باعوا يا اذا اريد نقارن بين البايرول والبريدين ها تقارن لي بين البايرول والبريدين زين كشنو هو سترونجر بيس باعوا يا كمبير تو بايرول بريدين شنو ماتش سترونجر ليش البايرول سيستم اروماتي وزلته على النيتروجين وين داخل داخل الحلقه فما راح يطلع يشارك باعوا يا ديو تو ذا نيتروجين نمبر از نوت انفولف ان مينتينينج ذا اروماتيسيتي ذس از فري فور بروتينيشن يعني هسه مثل ما حكيت هسه النيتروجين وين؟ ما داخل بالحلقه وصاير خارج الحلقه الاوربيتال وشنو؟ مينتينينج ذا اروماتيسيتي ذس از فري فور بروتينيشن فري فور بروتينيشن. However in pyrrole the lone pair on the N atom is already involved in the aromatic. باعوا وياي. هاي وين الحلقة؟ هذا الـ N ويا من؟ داخل الحلقة ما مو داخل الحلقة ويا سيستم باعوا وياي. واضح يا شباب؟ وحتى إذا أريد أعطي هيدروجين إيش راح يصير؟ باعوا وياي شوف البي كي مالته إيش قد؟ بنقارنه ويا من؟ ويا هذا البي كي. صح ولا لا؟ ماشي؟ هسه من تيجي تقارن compared to amidazole بريدين is less basic ليش؟ this due to the own protonation هذا باع وياه the plus VE charge شو راح يصير؟ can be decolized over two nitrogen atom while in case of بريدين it's decolized over the ring which هسه باع وياه هذا شوفوا هسه تشوفون هذا زين الدايما مومنت مالته شلون؟ باعوا وياي هسه لو رياكتيفيتي اوف بريدين هسه اخذنا البيس قارناها راح نرجع على اكتيفيتي مال بريدين شوف ان هاي الحلقه هو الفكره من كل هذا الحكي شنو هو؟ هاي هذا الذره الغير متجانسه تغيرت لي غيرت لي خواص السيستم كله غيرت لي خواص السيستم كله غيرت لي خواص السيستم الاروماتي نفس البنزين خمس ذرات كربون حلقيه صار مكان الكربون مال البنزين واحد السادس صار مكان النيتروجين سوالي ها عافيه من اجي اغير ابدل النيتروجين بالاكسجين خلاص شو راح يصير بيها؟ شوية تتغير الاعتماد على شنو؟ على الالكترونيكاتيفيتي مال عافية من اجي اخلي بمكانها سلفر تتغير بالنسبة تغير السلفر بس تبقى شنو كلها؟ تختلف عن البنزين عافية باعوا يعني شوف يقول كومبلكس بين رينج نيتروجين اند انكمينج الكتروفايل دي اكتيفيتز رينج وذ بوزيتيف تشارج باعوا يعني هسه هذا هسه راح اشرح شوفوا الكترون with the drawing nitrogen atom deactivates cases as dipole making positively polarized carbons polar Lewis باعوا وياي مو عندكم انتو ها النيتروجين طالع لي برا شو اسمه؟ باعوا وياي هسه انا عندي هذا النيتروجين هذا شنو بي؟ ماشي شنو الدايبول مومنت؟ قلنا الدايبول مومنت كل مره نشرح الدايبول مومنت كميه تجاهيه شنو بعد؟ ولازم المحصله شو يصير؟
مصير صفر مو صحيح. تذكرون هذه كم مره رسمتكم داب المومنت مال مال شنو؟ مال اللي هو شنو هو؟ او ايه وبعد اتش اتش مو هاي تسحب طبعا هذا زوج الكتروني هي الالكترون مالته عاليه فالسحب ماله كلش قوي. باع وياي هنا شوف وياي هذا الزوج الالكتروني ايش راح يسوي؟ راح يسحب. فايش راح يسوي؟ دي اكتيفيت للحلقه ويسوي بها كانه بوزيتيف. هنا من يسوي بها بوزيتيف هي الحلقه من تدخل الكترونيكتيفيتي بتدخل الالكتروفيليك ريأكشن على اعتبار هي شنو؟ هي نيوكليوفايل عالية. فإذا هنا ايش راح يسوي لي هاي الحين؟ راح يقلل لي فعالية الحلقة. واضح؟ ركز على نفسه. كله يجي يعطي خواصه بالحلقة. فهمتوا هسه؟ حسه هسه فهمتوا ولا لا؟ فهمتوا يوسف؟ أكيد؟ فهمت هسه؟ احنا ايش قلنا أول نقطة؟ قلنا هذا النيتروجين مرتبط بالكربون منه ومنه ايش راح يسوي؟ هو الكترونيكات استمالته عاليه فراح يسحب فراح يخلي لي ذرات كربون اثنين وثلاثه وشنو بعد؟ والاربعه والسته شقد؟ راح يسوي عليها بوزيتيف تقريبا بارشل بوزيتيف لي. واضح؟ واضح؟ بعدين ايش قلنا بعد؟ قلنا هذا الكترونيكات استمال تقلل الفعاليه لان تجعل حامض ذو قواعد كحامض ذو قاعده. قلنا هو ايش راح يصير؟ ها؟ نعم؟ لا قلنا هذا هو كونجكيتد اروماتيك بهذا الشكل بعويتس كونجكيتد اسيد اروماتيك كونجكيتد اسيد اروماتيك مره منها مره منها ايش راح يسوي لي؟ القاعده اي هنا مو بس تلك القاعده هنا باع راح ينشغل بنفسه عن التفاعل ويا غير النوكليوفايل يعني ما راح اخذ منها ما راح اخذ منها. واضح؟ الجزء الثالث هذا المهم باع وياي من اجي هنا انا عندي دايبو مومنت هذا زوج شلون طالع لي برا فراح دايبو مومنت فايش راح يسوي لي؟ راح يقلل لي ها راح اي ليش كان فعاليه لان هنا راح يسوي لها بوزيتيفلي تشارج بارشل بوزيتيفلي تشارج وهي الحلقه المفروض شنو؟ لا كلها نيجاتيف حلقه غير مثل العقال تبرع عقال فوق وجوا صح ولا لا؟ هذا عقال مو صح ولا لا؟ مو هيك دائما نشوف الحلقه. واضح؟ فهذا الكترون ثروينج نيتروجين اتوم دي اكتيفيت راح يسوي للحلقه. واضح؟ باع وياي هسه نفس الحكي كله نعيده هسه كيميكال بروبرتيز ايش راح تسوي؟ هذا كل اللي صار فيزيكال بروبرتيز اللي هو كل النيتروجين غير لي كل صفات الحلقه. واضح؟ هنا الكيميكال بروبرتيز ايش راح يصير به؟ يعني التفاعلات كيميكال بروبرتيز فيزيكال بروبرتيز اذابه فعاليه ما ادري صح ولا لا؟ كيميكال بروبرتيز هي شنو؟ التفاعلات. باع وياي ما طول هو اروماتيك سيستم فاول تفاعلات المفروض يدخلها شنو هي؟ الالكتروفيليك سبستيوشن الكتروفيليك سبستيوشن بعض الالكتروفيليك سبستيوشن ليه سبستيوشن؟ ليه سبستيوشن؟ اي يعني راح يطلع هيدروجين يدخل بمكانه يبقى السيستم الاروماتي المفروض محافظ عليه. واضح؟ هنا نرجع شويه بعد اول تفاعلات اخذناها بالالكتروفيليك سبستيوشن هي شنو هي؟ توك سبستيوشن بالبنزين تفاعلات ديزل دار هلجنه مروه مو صحيح؟ تذكرون لا؟ ها تذكرون بالخماسي تذكرنا ذاك الاسبوع حتى التفاعلات شفنا بس ضفنا البروم تعوض على اثنين قلنا قلنا وقلنا الظروف اقل ليش؟ لا شو رقم استقرار؟ اثنين هم سيستم اروماتي بس بالخماسي ليش صار اكثر من البنزين بهيترو سايكليك صار التفاعل اسهل من البنزين نطينا السبب اي اوكي ليش نعم لا هذا حجه التفاعليه لا نطينا سبب يعني يكون ثلاث حالات هناك هم يكون اكثر من حاله ويصير عندك اورثو ميتا وبالا ها؟ يعني الحلقه تسوي زوج الالكتروني من المهم تقارنوا لي هسه هم راح نجي على الكترونيك سبستيوشن حتى نحط البنزين شكل ونحط الخماسي والسداسي وليش؟ باعوا وياي. نيجاتيف بولن بيريدين ايش راح يسوي؟ رينج از ات نيتروجين وان اوف ذا بوزيتيف بول از ات كربون سكيليتون. هسه احنا ايش قلنا قبل شويه؟ سكيليتون شنو الهيكل يعني؟ زين؟
يعني هذا ثاني الخمسة. احنا ايش قلنا قبل شوية؟ ذكروني زين. قلنا النيتروجين هو سالبي تعلف راح يسحب منه ومنه وذني راح يسحب عليه جزء موجب. بعد قلنا هاي نيتروجين كنيتروجين أواصر، هاي كنيتروجين أواصر. وراها قلنا الزوج الالكتروني اوربيتال بي طالع هو الالكترون كثما تعالي فراح يسحب ويسوي لي دايبول مومنت، فمن يسحب ينزل يجوز راح يسوي ذاك المكان شويه شنو؟ اي باشر الموجب عافيه باعوا وياي. هسه اقول لك هنا هذا النيتروجين اللي هو ذا بوزيتيف كربون، هذا النيتروجين هو شنو؟ سالب، والبوزيتيف كربون بارشلي باع وياي which is opposite to what happened in pyrrol. يعني عكس ما يحدث في البايرول. عكس ما يحدث وين؟ بالبايرول. شنو السبب؟ يعني البايرول خلص من الزوج الالكتروني. دخل بالنظام ولا خلى الزوج الالكتروني يزيد جوا ويسحب، تفهمون يا شباب؟ هسه ترى. هو احنا بنمشي على شغلتين، باعوا وياي. شوف this is due to the greater electronegativity of nitrogen، نفس الحكي قبل شوية relative to carbon attend to withdraw the electron، نفس هذا الحكي باعه وياي. شوف ال inductive effect، تأثير الحاث مال اتمان مال النيتروجين، أول تأثير الدايبول مومنت باع عندي، أول تأثير الدايبول مومنت مال اتمان مال الزوج الالكتروني باع وياي. هذا تأثير الحاث راح شي يخلي لي، راح يخلي الزوج الالكتروني يصعد وين؟ عن نيتروجين، يصير عندي اثنين نيتروجين باع. معناها شنو؟ قلل لي الفعاليه، بدل ما الحلقه تحتاج نيوكليوفايل الكتروفايل عفوا وتحتاج تدخل تدفع اكثر فيه، صارت قامت تدخل ويا نفسها. راح اعطيكم مثال اكثر بالتفاعلات، باع وياي بالتفاعلات ان شاء الله اللي يكمل بيكم. من يجي فاعل انيلين اكفى شيء اسمه شيب بيس، هذا هيك يعني في التفاعل كل سهل زين. نجي ياخذ انيلين وياخذ ميثوكسي مثلا انيلين، نعم، وياخذ نايترو انيلين. من تجي تقيس سرعة التفاعل، شو سرعة التفاعل تختلف، والانيلين هو الوسط، هذا يصير وسط. ليش؟ وهذا يصير اعلى واحد، هاي المجموعة دافعة واضح؟ تدفع، فشنو؟ ما تحاول تثبت وين الزوج الالكتروني؟ من يثبت على نيتروجين راح يهاجم، عنده نيوكليوفايل يهاجم، يمكن على الثور الاجباري يهاجم. من تيجي على هذا صاير مقارنة بهذا اللي يدفع، يدخل هو يدخل بالحلقة ويجي يشارك هم برا. واضح؟ فريد الظروف شوي اكو. من اجي على هذا البي نايترو، هذا مجموعة عافية احسنت، هذا هيجي صايرة تذكرون؟ ها مجموعة كلها تسحب، فايش تسوي؟ تسحب النيتروجين، فيصير سرعة التفاعل حيل ضعيفة، شو يريد؟ يريد وقت اطول، ظروف اقوى. هنا نفس الشيء باع وياي. هنا انا راح اخذ البنزين كانه شنو هو؟ عفوا هذا السيستم الاروماتيك والبنزين، كانه شنو هو البنزين؟ هذا السيستم الاروماتيك. راح اخذه كانه يلا راح اخذه شنو؟ هو نيوكليوفايل عليه زوج الكتروني، راح اخذه شنو؟ ها؟ راح اخذه نيوكليوفايل عافية. فهنا اي شيء اثر عليه ايش راح يسوي؟ يشغله، راح يقلل سرعة التفاعل الالكتروفيلي لازم، التعويض الالكتروفيلي. بالبنزين ما شفنا اي تعويض. شفنا شغلة واحدة، من يكون البنزين معوض، ايش راح يصير؟ تعويض البنزين. إذا مجموعة دافعة توجه أرثوبارا، وإذا مجموعة ساحلة توجه نيتا، وشفنا شنو السبب، ليش؟ لأن واحدة من الحالات الوسطية بالميتا راح يكون الجزء الموجب وين؟ على ذرة كربون الميتا. ومن أجل الحالة الأخرى بهاي الجزء واحد وين يكون؟ على ذرة كربون شنو؟ الأرثو والبارد، واضح؟ هنا نفس الشيء باع وياي. هنا غير صيغة بس انتبهوا يا شباب. هنا أول شيء النيتروجين راح يشغل الرينج مال الالكترونات، احنا رينج هنا نقول يعني هنا مو زوج الكتروني واحد، هنا رينج على كل الحلقه فوق راح يشغل وين؟ راح يكون يسحب لي جوا كدايبول مومنت. هاي الوحده الاندكتيف افكت بين الكربون والنيتروجين سي ام، ايش راح يصير؟ اكو كانه بي اثر يعني بارشا موجب بارشا خساره،
والنيتروجين اذا يتحمل زوج الكتون راح يكون بهذا الشكل، راح يكون عندي هذا الرزوناس اللي هو هذا النتيجه مال تباعه وياي. يعني راح يكون عندي بارشل موجب الحلقه، عافيه، بارشل سالب، هاي شكل خلاصه في كل اللي حكيناه. فايش راح يسوي لي؟ راح يضعف لي عافيه، يدخل تفاعل تروفيني، وش راح يسوي؟ راح يضعف لي الفعاليه. واضح ابويا يا شباب؟ ها؟ باعوا وياي. هسه راح نشوف امثله، شوفوا. هسه فهمتوا السبب؟ هذا حتى تفتهمون باع العالم اللي اشتغل قاف واحد منكم ان شاء الله كمل. احنا ما عندنا يعني ما عندنا شكايه، مكانه فكريه وليست تجميليه. مو بس يعني مكانه ماديه واجهزه. العالم اللي يشتغل وين؟ على السهم. يعني هذا تسمعوه هذا هو احنا مشتغلين فلان شنو؟ بعدين ذكروني والله خلص شو اسمه حتى احكيكم. مع وياي هسه تعويض الكتروفيل اروماتي. اول تعويض الكتروفيل اروماتي هل صحيح؟ شوف ايش قد فرق بين هذا النيتروجين من الزوج الالكتروني كان داخل الحلقه بالبايرول بين الزوج الالكتروني ما داخل الحلقه بالبريدين. قرب لنا كل التفاعل هناك كل شيء ما نحتاج لا حراره فتش ظروف بسيطه مو هنا باع وياي بروم ودرجه الحراره ايش قد؟ باعوا ايش صار عندي؟ باعوا ايش باعوا؟ اريد اسوي نيترا هناك بالبنزين ايش سوى سوفور شنو ثري صح ولا لا؟ وشويه وصير تفاعل بالخماسي اسهل باعوا وياي هنا باع تشوف درجات الحراره حتى بالسلفله كلها عاليه معناه هذا الزوج الالكتروني اللي ما دخل بالحلقه اثرني ضعف الفعاليه جدا. يعني هسه هذا الكلام من اجي اجيب لك من يجيك ايهما اكثر اكتيفيتي بنزين والبريدين لو بايرول شو نقول؟ بايرول بنزين شنو السبب؟ زين هاي انت تصيغ لك فد سبب من هذا ثلاث اسباب هسه هن دايبول مومنت وثانية وايه والبيسيسيتي هم تنسوها انتم راح تسوها بطريقه بحيث هاي كلها عسادات تصير لها خاص بسلايدين ترى ملاحظتي واضح يا شباب؟ دا تفتهمون؟ باعوا وياي هسه عكس النيوكليوفيليك سبستيوشن انتم المفروض معطيني نيوكليوفيليك سبستيوشن نيوكليوفيليك سبستيوشن شنو؟ هنا البنزين هو شو يصير؟ العفو مو البنزين الجزء الاروماتي يصير هو البلاس المفروض يعني هو الالكتروفايل والنيوكليوفايل يهاجمه تفهمون هذا الحكي ولا لا؟ النيوكليوفايل هو يهاجمه باعوا وياي المفروض هذا التفاعل النيوكليوفايلي انت حتتصورون المفروض على هذا حكينا البريدين شو يكون اذا جيت بريدين بنزين بايرول المفروض بريدين واحد ليش؟ لان هذا الكلام هذا احنا مو نريد نعوض على الحلقه؟ الحلقه هي اوريدي شنو؟ عافيه لو انتم ماخذين التعويض النيوكليوفيلي الاروماتي المفروض تاخذوه يعني ما اعرف ايش ماخذين لو تاخذون تعويض الكتروفيل الاروماتي تتذكرون فشي اسمه بنزاين؟ يعني انا اجي اسوي حركه اسويها تربل بوند باع وياي واسوي بها جزء سالب باع وياي هيجي هذا البنزاين هذا يعني هاي اصله هاي اصله هاي اصله حتى اعوضها تعويض الكلوفيل او افعلها ويا متر زين بحيث تخلي لي هذا الجزء شو يصير؟ يصير اي موجب هو هاد فعل الكتروفيلي زين النيوكليوفيل يعني هذا اي موجب وهنا شنو النيوكليوفيل راح يجي يهاجم النيوكليوفيل راح يجي يهاجم باعوا وياي هسه هذا باعوا على الظروف باعوا وياي ايثانول شنو هذا؟ ايثوكسيد الصوديوم صح قاعده حيل قويه بس يعني خلونا ندرس حاله تثميه اذا هنا التفاعل كلش اسهل من اقول لك التفاعل اسهل وهذا مثال ليش؟ شو تقول لي؟ عفوا لان الحلقه بارشل موجب وانت عندك هذا الان ثلاث شغلات هنا اثنين هن الشغلات الثلاثه تعطيني شنو؟ تعطيني هذا السبب اللي هذا كونجكيتنج اندكتيف افكت واضح يا شباب؟ فهمتوا؟ ها صباح كل السنة ترى شغله واحده اخذنا اليوم يوسف اوكي باعوا وياي شوف بس الفرق هنا سوي كومباريزن باعوا وياي هذا وهذا باعوا وياي
شوف هذا كلوروبريدين هذا كلوروبريدين وما شوفه وهذا عادي تفعل عادي بابا ليش تو شنو بعد ليش تفري نعم هي هو استبدال ابويه هو هنا النيوكليوفايل هنا راح يهاجم الحلقه بس بالتعويض النيوكليوفيلي للبنزين يضاد ظروف كلش قويه على سوات فايل تذكر انا سو بنزين يعني تجي سوي تربل بوند على الكربون وحتى تخلي عليه بارشر موجب حتى يرجع يهاجم ماذا؟ باعوا وياي هسه الميكانيزم مال النيوكليوفيلي باعوا كلش سهل هذا زوج الكتروني وراح يهاجم راح يهاجم على ذرة كربون اللي هي شنو هي؟ هو كلها عندك انت بارشر بس يهاجم على اكثر وحده بيها بارشر لو هذا الجزء لو هذا الجزء طبعا اكو تفاعل سبستيوشن يعني انا ادخل اطلع نيتروجين وادخل اكسجين اطلع نيتروجين وادخل سلفر اطلع نيتروجين وادخل بي يعني فسفور يعني التفاعل بس هنا انا راح يصير واضح واقدر اصلا بس لاني التفاعلات وخلي بس هذا الزوج الالكتروني هو يتفاعل هو يصير نيوكليوفايل وحده واضح باعوا وياي هسه باعوا وياي ميكانيزم نيوكليوفيك سبستيوشن باي ريكشن اكور باي اديشن اوف ذا نيوكليوفايل تو سي ان ليش سي ان وحده من عدل ليش؟ هسه نرجع شوي نتذكر تذكرون احنا بالتعويض يقول هذا بارشال موجب يعوض اورثو ميتا يعوض اورثو بارا وميتا من نجي يقول هذا ليش يعوض ميتا نسبه اعلى؟ وحدة من ذرات الكربون بالأشكال يصير عليها بالميتة يصير عليها شنو؟ لا يصير عليها تام الموجب زائد تذكروا لا لا فتط احتمالية يصير عليها تام موجب طبعا يجي قوان الكليوفايل يجي عليها هنا باعوا وياي هذا السيستم كله موجب كله موجب ليش كله موجب؟ لأن قلنا أول شيء عندنا زوج إلكتروني هذا نازل ويسوي لي دايبوم وما تعدى عيد أكثر حتى توقفوها بعد بس عندنا الأكثر حيل صح موجب اللي هو عندي أكو فرق بين الكربون سالبية بين هاي الكربون والنيتروجين هاي الكربون أكثر من هاي الكربون وهاي وهاي اللي هو هذا مربوط وين؟ مباشر كلهم متأثرة كلها متأثرة بالدايبوم مومت وبالنيتروجين وبالأسيديتي بس هذا وين؟ هذا دايركت في التعويض هنا او هنا باعوا تعويض عادي مثل اي تعويض ينفتح السيستم الاروماتي اول مره وبعدين راح يطلع هذا ويرجع السيستم الاروماتي مره اخرى بهاي الطريقه خلص واضح؟ واضح يا شباب؟ باعوا هاي هسه تفاعل الاضافه والحذف عندي شيء؟ يعني هنا احنا شوف قد ما بروبرتيز اختلف انتم تفاعلات الاروماتيه ماخذين تفاعلات اضافه وحذف؟ لا استبدال احنا ماخذين شنو؟ ان الاضافه نطلع الهيدروجين؟ لا اضافه وحذف اضافه على اصل مزدوجه وحذف على شنو؟ ها؟ باعوا وياي اديشن باعوا وياي اديشن فيفرد باي ابوليتي اوف ذا الكترونيكيف تي نيتروجين تو ستابلايز ذا انيونيك انترميديت شوف تفاعلات الاضافه ليش؟ شو يقول عليها؟ مفضلة لقابلية شنو؟ لأن احنا عندنا شنو باوية الالكترونيكتي نيتروجين لقابلية الالكترونيكتي يعني سالبية مع نيتروجين ايش فيها؟ راح تستقر لي شنو ايونيك انترميديا باوية هنا شنو اكو نقطة لازم منها تكون عندي اضافة؟ لازم ليفين جروب اي مكان تروح اذا واحد فيكين راح يخبط لنا شنو صحيح؟ ليفين جروب ايش راح يسوي لي؟ مجموعة المغادرة اللي هي باعوا ليفينج روم از ذين اكسبلين باعوا وياي شوف هذا التفاعل هسه هذا التفاعل شنو؟ هذا اضافة وحذف ضفت ان اتش 2 حذفت شنو؟ سيار باعوا وياي شوف نفس الشيء هذا راح يجي زوج الكترون هنا وهذا شنو؟ عادة الهاليدات هي شنو؟ قلت ليفينج جروب هي والميثوكسي جماعتها باعوا وياي صار عندي شنو؟ ان اتش 2 شوف هذا التفاعل الاخر ان اتش 2 هنا شوف نفس الشيء هذا وين؟ هذا اذا حلقه بها شنو؟ هذا حلقه ترى كامله هاي حلقه وهذا حلقه هذا بها اكسجين واضح؟ راح يطلع اموال شوف هذا الاستابلايزد ايون مع الاستابلايزد ايون يعني هذا النيتروجين والاكسجين راح تخلي لي هذا ايون شنو؟ مستقر
باع وياي بريدين از نيوكليوفايل رياكشن اون نيتروجين. هسه قبل شوي حكينا شوفوا هنا بس هنا ايش قلنا عليه؟ إذا دخلت تفاعل الكتروفيلي دخلت تفاعل شنو نيوكليوفيلي وشفنا الفرق وشفتوا بالتفاعل الكتروفيلي شنو الظروف عاليه بالنيوكليوفيلي هنا باع وياي النيتروجين البريدين باع وياي از نيوكليوفايل هنا بس النيتروجين احسك شنو نيوكليوفيلي ليش؟ ليش سكسك نيوكليوفيلي؟ زوج عافية وزوج وين؟ هو طالع برا طبعا طالع وسوى دايبومومت وما شنو وزوج شحنة عليه مو بس ثبت صحيح؟ والكترونكس مالته عالية هذا ممكن يتفاعل باع وياي شوف باع وياي باع وياي هذا البريدين ويا خليت بالروم تمبرتشر راح يعطيني بريدين انوكسايد يعني راح يجي هذا باع وياي مو انا راح يصير عندي زوم وجاب سالب هنا راح ياخذ الاكسجين حاجه مخي باع وياي ولا اتش سي ار سوالي بريدينيوم كلورايد اللي هو هذا بريدينيوم صورت قبل شوي لكم عليه حتى نقلل عليه هذا اللي هو هذا يوم ايش بيكون باع وياي هنا باع وياي المثل بريدينيوم ايودايد المثل بريدينيوم ايودايد سوى اخذ جزء سالب وحتى سوالي مثل الجذر مثل الجذر مو جذر سالب فهمتوني؟ هسه هنا هنا التفاعلات وين؟ ما لها علاقه وين؟ بالسيستم الاروماتي، ما لها علاقه بالسيستم الاروماتي. باعوا يعني نيوكليوفيليك سبستيوشن اوف كربون. هسه التعويض على الكربون. رجعنا باعوا وياي باعوا وياي. بريدين از فيري ريأكتف توورد نيوكليوفايلز دان بنزين. ليش؟ لا هسه من اجيب النيوكليوفايل يعني شنو عليه؟ زوج الكتروني والبنزين شنو عليه؟ حركه زوج بس من ارجع على البريدين باع ولايه كل شوي نرجع لهذا لهذه الاسباب في العيد ما بيحل عيده زين واضح؟ فشي احنا دنعيد بالحكي كل شويه بعباره ابويا كل شويه بعباره حتى نوصل توتر على ثلاث نقاط اخذناها وخلاص هاي بس كل شيء تصير غير شو اسمه يعني هسه اقدر سلايدين وخلاص بس الاوليات وانتهى الموضوع باع وياي ريأكتيف دان بنزين ات ريزامبل بنزين هاف اكسترون شنو؟ الكترون وذ دراونج جروب ديو تو ذا وذ دراونج افكت اوف ذا الكترون نيجاتيفيتي نيتروجين مو انا نفتر ونرجع وين؟ مالت وين؟ وشنو بعد؟ والزوج الالكتروني اللي ما داخل بالحلقه باع وياي از ابير فروم ذا كانيوكال ستراكشر اوف بريدين باع وياي بوزيشن هذا شوف 2 و 4 و 6 كاري بارشال بوزيتيف تشارج ذس نيوكليوفايل سبستيوشن بروسيدز ريدلي ات ذا تو سكند بوزيشن فولود باي فورث بوزيشن بات نوت ات ذا ثيرد بوزيشن وهسه نفس الشيء راح نشوف هاي قبل شوي اخذناها نفسها باع وياي هسه التوجيه احنا كل ما يصير عندنا تعويض وين التوجيه؟ بالبنزين وين رحنا على التوجيه؟ من يصير البنزين معوض يجي على التعويض ما يصير يا مكان ياخذ عافية بالخماس ايش قلنا التوجيه الاورينتيشن وين يصير؟ نعم؟ على اثنين قلنا ليش افضل على اثنين؟ قلنا ليش افضل؟ عافية هسه لا تتوقع التوجيه وين راح يصير؟ ها وين جينا؟ باع وياي شوف نفس القصة التوجيه وين حيصير؟ شوف هنا نيوكليوفايل هاجم بالتعويض نيوكليوفايل نيوكليوفايل هاجم راح العجز الأكثر شنو بيه؟ عافية فالمفروض هذا كله موجب باع اتاك ات تو مور بريفير احنا قلنا من يعطي مور بروفير بهذا الجانب الا عندي انا اكثر من حاله وسطيه او عدد الاشكال الرزونانس من حاله وسطيه اذكى اكثر من الاخرى صح ولا لا؟ باع وياي من يجي هنا بالاثنين باع وياي هنا كل نفس الاشكال بالاثنين وبالثلاثه وبالاربعه بس شنو الفرق؟ هنا باع وياي باع وياي هذا ماينس في اي تشارج اون الكترون وهذا تشارج اون نيتروجين وتشارج اون نيتروجين هنا راح نجي على تشارج اوف نيتروجين باع وياي شوف هسه هذا اني بالاثنين عوض هنا
هاي راح تيجي هنا، هذا راح يجي هنا، وهكذا هذا الرزونانس. ها وهذا السي 4 بعض، هذا اجى هنا وهذا اجى هنا. شو تحسون هذا الشكل؟ ها لا هسه تقريبا اكشرات مقاربه بين هذا وهذا. شنو وهذا وثلاثه ها يا ابوي تقرب وياي اتاك كاربون 2 مور بريفيرد. ماشي اتاك ات 4 مور بريفيرد. الثلاثة ليش مفضلة؟ هسه معناها الاثنين والاربعة يعني هنا وهنا نفس الارثول ميتا. ليش الثلاثة هنا تحس اقل؟ انتبهوا اكو هنا هاي بعض جاية، انتبهوا هاي شكل وهذا شكل. وانتبهوا هذا الشكل. ها بابا هسه وحده من اشكال الرزونانس بالاثنين، الذره السالبه على ذره النيتروجين، يعني عفوا مثل الشحنه السالبه زوج الكترون الشحنه على ذره النيتروجين، بابا وياي يعني هاي التقنيه جت يعني شال هنا هسه اخذنا حلقه سداسيه وخماسيه خماسي وسداسي هيدروسايلين. هنا بس راح اعطيكم امثله على بعض المركبات المهمه الهيدروسايلين، يعني هي مو انا معطيها اهميه بس يعني قلت لكم موضوع كلش واسع يحتاج اكثر منفصل، بس احنا سوينا هايلايت المهم الامور الرئيسيه. باع وياي الاندول هاز بايرول لايك نيتروجين، بس شنو؟ نم بيسك. ليش نم بيسك؟ ليه مشارك؟ باع وياي اندر جوز الكتروفيك سبستيوشنات كربون 3 اوف ذا الكترون ريتش بايرول، الكترون ريتش بايرول. باع وياي قلتوا تاخذون حياتيه، ها بس امثله على ذلكم أمثلة على الابلكيشن مال ذني اللي داخل بالحياتية والصناعية. واضح؟ سامعين بيورينات وبيراميدينات قواعد نيتروجين اخذتوها بالحياتية مو؟ لا هسه بالحياتية المفروض تاخذوها، هسه المفروض تاخذوها. باعوا وياي البيراميدينات كونتين تو بيريدين لايك نيتروجين 6 ممبرد اروماتيك رينج. زين؟ هاي شنو هي البيراميدينات؟ باعوا وياي هاي بيراميدين. هنا شو تغير؟ لا بقى السيستم اروماتي عافيه بس ذرت هنا شوف باعوا ذرتين النيتروجين الزوج الاكسوري مالها ايش فيه؟ هنا تتوقعون ايش قد فرق بين البيراميدين وال اي ليش؟ اثنين عندك هنا اثنين واضح؟ باعوا البيورينات عندك اربع نيتروجينات وفيوز رينكس، فيوز يعني ملتحم. باعوا وياي من نخلص احكي لي هاز نيتروجين 3 ار بيسك لايك بيريدين لايك اند وان از لايك ذات ان بايرول، يعني وحده من عندهم داخله بالسيستم اللي اتوقع هذه لو هاي هذه هنا واضح؟ داخله بالسيستم من هنا ومن هنا لو هذه خارج هذه هاي ليش ما داخله؟ بالعكس هاي جوز داخله لو ما داخله ليش؟ ها؟ لا شو احتمالها ما تعرفوها؟ باعوا وياي هذا فيوزد رينج هيتيروسايكليك مو هذا القدر راح ناخذ احنا اروماتيك بولي اروماتيك كمباوند يعني ملتحمه زين اكثر من وحده بس هي بس مو ما ماخذيها ما راح ناخذ هيتيروسايكليك. باعوا نفس القصه بالفيوز رينج هيتروسايكليك هم تنقسم عندك حلقات غير متجانسه ملتحمه ونفس الشيء اثنين اروماتيه وشنو بعد؟ ممكن لا وحده اروماتيه ممكن شو تصير؟ ها؟ وحده غير اروماتيه باعوا وياي هذا الكوينولات باعوا وياي كوينولين ايزو كوينولين اندول باعوا وياي قبل شوي اخذنا كوينولين ايزو كوينولين اندول ار فيوز رينج هيتروسايكليك كونتين بوث A benzene ring and a heterocyclic aromatic ring. واضح؟
ونفس الشيء عندنا ممكن يصير هيتروسايكليك بهاي الصيغة، يعني مو بنزين، مو بنزين يعني فيها أروماتية ملتحمة وفيها حلقية اسمها أروماتية. واضح؟ ممكن يصير عندنا فني اثنين بنزين وحلقية. واضح؟ باعوا يعني. هذا مثال للكوينولين والايزوكوينولين شلون باعوا يعني. هاف بريدي لك نيتروجين اتوم الهندر اندر جوز الكتروفيليك سبستيوشن. هنا بالتعويض الكتروني الفني بالملتحمة راح نشوفه بالمحاضرة الجاية، راح نشوف شوية التعويض راح يختلف، ياخذ هاي الجهة لو ياخذ هاي الجهة، وشنو المفضل وليش؟ هسه انت المفروض ياخذ هاي الجهه لان هناك قلنا عليه هناك مثل بريديم. شو راح يصير؟ يصير فعاليه اقل. بعض هسه هذا تعوض هنا وتعوض هنا، هنا نفس الشيء. واضح؟ شوف يقول رياكشن از اون ذا بنزين رينج راذر ذان اون ذا بريديم رينج. وشوفنا شو السبب، واحده من الاسباب. واضح؟ لان هنا تقاعد راح يكون اكثر. واضح؟ هذا امثله للهيتروسايكليك دي ان اي والار ان اي. تاخذها سبعة في دي ان اي والار ان اي؟ لا ما راح تاخذها، راح يجيب بالكم هي كلها عباره عن شنو؟ كلها مركبات حلقيه غير متجانسه. هسه نفس الشيء، هسه انتم هاي التقنيه اللي نستخدمها هاي الشاشه زين، وهذا الليدات مالك شو اسمه، وهاي الموبايلات والال سي دي. هسه انا اشوف مالك والكريستال مال الشاشات يعني. مركبات عضويه هم جزء من عندها شنو؟ هسه هيتيو سايكل كمباوند وخماس ثلاثه هم داخل وين؟ تصنيع دليل المركبات. واضح؟ يدخل بيش بعد؟ الادويه، تطبيقات اكثر شيء بالادويه. نفس القصه ويا الادويه مثل ما اخذنا قبل بالبدايه، تطبيقات وين؟ بالمبيدات، بالسموم، بالمنظفات، كل شيء. واضح؟ واضح يا شباب؟